مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ليوميات ستار اكاديمي. الطلاب صاروا بالاكاديميه وبعد الضغط النفسي الكبير من البرايم الاول بدا الكل يرتاح ويعبر اكثر عن مشاعره واحاسيسه، وبدات مواهب الطلاب تظهر اكثر واكثر، واكيد الطلاب رح يحاولوا قد ما فيهم يتسلوا مع بعضهم ويخترعوا مواقف ليضحكوا. واول هالابتكارات لجنه تحكيم وكاستنج للمواهب. First candidate. Yes. Please. Come. أيوة حبيبتي ادخلي يا ماما. ادخلي يا بت. يا ماما. شكلها بت. First contestant يلا. لا شكلك يوت. لا لا كذا أنت بتضاربي كذا. لا. شكلك يوت. رفايل خليك بعدها. رفايل. بعد أنت. أنت المشترك الثاني. بشو؟ كاستنج. شو اسمه؟ كاستنج ستار أكاديمي. اسمي سهيلة بلشب من زير من بوسعاد. أنا كيفي أنا أشرب شاي كيف؟ طيب. شو تحكي؟ أوكي. بليز. كنا عود نحكي أنا. أوكي خلاص. أرجع. تعرف تزيريني؟ أرجع أنا تاني تزير. أرجع. نورمال ما تزيريني عليك. تعود تحكي إيه. إيش يا أخو إيه؟ مش تعود تحكي معايا أنا منه جاي. تريق روحك. مشكوك في امرأة هذيك سمعناها قريب. نعيد يعني نعيد فينا نلعب بعض مرة. لا 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 انتو اوت. لا سكيورتي. لا دونا فوكس فوكس بقى. انا بتقطع من جوايا ونسيت تعمل برا. ايوه برا. لا برا والله برا برا. هتغني لنا يا دين؟ غنينا حاجة غنينا حاجة من بتوع دولة الخليج. غنينا فرنسي. لا لا بس ما خلي. يلا دينا غني فرنسي. يلا عايشة. تمينا عايشة. ليك خليني أنا رئيسة اللجنة. أنا حطيتك مكاني صرت رئيسة اللجنة. شكون اللي قالك؟ شكون اللي قالك؟ تعرفنا احنا بجديين. أنا لازمش تتحللنا العين كامل. نصدمه ديركت. أنا قاعد هنا إيش سوي؟ ترجم أنت هو لا تتكلم ولا خلاص أدخلني بينكم هنا. قدمينا أغاني فرنسية. يلا إحنا المطربين العربيين عندنا بزاف المغنيين العرب، فمن الأحسن أنك تغنينا شيء مختلف عشان تبقي واحدة مميزة وناخدك معنا وإنه العدد خلاص إحنا نحن خلاص بقى قاعد عندنا مشتركين. أنت واحد اسمه نسيم معانا فرنسي. يلا جسمي ما لا ده فرنسي يا بتغني خليجي. بصي عارفه احنا خلصنا في ثانوي خليجي خليجي. يلا اوكي خلينا خليجي. يلا دينا قلبي كبير عشقن كبير ما لا خير الشو. تعال هنا يا و... تعال هنا بدل والله والله بدل صفقه تشجيع. شجع نفسك. انا شجع فهم بعدين في البيت. انا اقدر على بودي قد انت جوزي يعني انا ما اقدر. خيالي انت حقيقي ورا ورا ورا. هلا هلا احبك من غيرك. ما كانش فيه مي ورا. يلا بس حركات الشعر دي منين بلاش معنى. بعض الطلاب بسرعة بيتأقلموا مع جو الأكاديمية، والبعض الآخر مثل شانتال بعدها مفكرة حالها بأوتيل 5 نجوم، والشباب لازم يكونوا بخدمتها حتى توصل الشنط للغرفة. من هنا اوبا اوف اوف. هتساعدوني طبعا. لا طبعا انا داخل اطلع نام. ايه ده؟ اقعدي بقى هنا. اخ ساعدني؟ مش هتساعدني؟ خليها انا اشيلها. مع اساس انت جنتلمان. بدينا حركات الترنيب. يسلموا اللي جابها اللقب. شفت دماغه هذه؟ دماغه؟ هذه؟ دي واللي كانت رافائيل. بقول لك على الشغله شيء. بعد شوف انا بعت لك منه انت طلع. انا بعت لك انت طلع. اول مره تعرف؟ لا انا بص انا تعرف في البتاعه دي. في البتاعه دي بس بدي اشوفه لحظه بس عايز. لا زباله. شلدي هيها. انا هلاقي مشكله في التواصل معكم. في التواصل معكم غدا. طلع السلم. مرسي. لا قصدي انه تجمعهم كلهم وطلعهم صح. مش هما دول بس؟ انت لسه في شنطه ثانيه؟ بعد في بس كيس لالي. لا كيس تشيل انت. اللي كيس اوكي بس مروم نطلع سوا. دور الامبلي دور الامبلي. تعالي بس ما يا
هلا عم ضيع كثير. مرتبة والله البنت دي، والله مرتبة، بفكريني نديها جايزة. هذه لإلك؟ ايه ثقيلة أنت، شو حاطة فيها؟ شو حاطة فيها يا بنت؟ حاطة فيها اسمها إيه؟ حاطة نص غزانتك. سبريلي. لا 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 اسمه إيه؟ جيلي. حاطين نصين زي على الطريق. اسمه إيه؟ أتوقع. منقوشة. منقوشة. خذ يلا. بنت حلوة يا عم. بقول لك يا معلم ما تيجي تشيل معايا. ميرسي كثير عم. خلصتي كده صح؟ محمد. نعم. ثانك يو. إيهاب. ثانك يو. ثانك يو. ثانك يو كم دفني ده. الطلاب الأكاديمية ابتكاراتهم كثيرة وهدفها دايماً التسلية، ويمكن أول تعليقات الطلاب راح تكون على اللهجات المختلفة والكلمات الخاصة بكل بلد. صفيطي. ومال؟ قول صفيطي. إيه؟ صفيطي. صفيطي. واي واي. صفيطي. منقوشة. منقوشة. برقوقة. برقوقة. منقوشة. ساعة كم يا إيهاب؟ ساعة 10. خمسة قلت ولود. كم فجر؟ خمسة ونص؟ جيبني كلمني عربي، مش هتكلم معاكو تاني لو ما حدش اتكلم معايا عربي. الخمسة حلتوت دي خمس. مش فاهم بعد لحد ايه؟ بالعشرة خمسة حلتوت. أمين حوتج. يعني ايه خمسة حلتوت؟ أمين حوتي يبقى أمين حوتي. اه خمسة حلتوت. حلتوت يعني ما حررش. يعني هو يقول اقول لك، يعني اقول لك احنا نقول نقول لك، هي تقول نقول لك، انا نقول نقول لك. ايه قلت لك انا نحكي تقريبا. إيه؟ يعني ابغيك اشتيك. خليجي. احنا نقول نشتيك وانتم بتقولوا اشتيك. خمسه قلت قلتلت قلت ولود قلت ولود. ايوه قلت لك سيدك وبتحكي يا حبيبي تحكي خمسه الا ربع. خمسه الا ربع. ما يصيرش ما يصيرش. ما ايه ما ينجمش ما ينجمش ما ينجمش يعني ما يقدرش بالتونسي. انت بتنامي انت ما بتناميش من يعني ما في مصر حتى بتنامي من وقت ولا بتنامي من وقت بشكل عام؟ ما تنامي. لا لا انا شفت شلون ما تفهم ولا تحكي حريم. قلت لها تنامي من وقت لو ما تنامي من وقت بشكل عام يعني بتنامي بتنامي بدري ولا ما بتنبيش بدري بشكل عام؟ ما بتنبيش خالص. ماشي خمسه حلتوت. حلتوت اسمعي. حلتوت حزوره. ايه الحزوره؟ فزوره. خمسه قلتوت. قلتولوت. قلتولوت. خمسه قلتولوت يعني خمسه الا ربع. لا خمسه الا ثلث. لا خمسه قلتلوت. قول برقوقه. وعشان ديكو في ديك العيبه دي انقرب اقرا اقرا. كل ما بص طول ما انت فرخه بتكلمني كده مش هرد عليك. حلق قداس قداس يعني نحبك بزاف بزاف. اوكي حلق قداس قداس مع اني انا قداس 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 ازول بلا قداس قداس. لا لا خلاص قول ازول. صفا صفا ازول يعني ازول. مرحبا ازول. برضو هي هلا برضو ازول برضو برضو. منقوشه كيف انت تفوقتني والله. تفوقت انت تفوقتي. لا تفوقت تفوق انت فوقت. لا تفوقت يعني حموت من النوم. هي دي الكلمه. احفظها احفظها. اه تفوقت عندكم انت فاهم حاجه. خمسه الا ربع يعني خمسه الا حلتوت. عم اهلا عم اهلا حلتوت. مش معنى حلتوت. انت حلتوت دلوقتي. حلتوت والله. قلتولود. قلتولود. قلتلت. خمسة قلتلود. أيوة. أيوة يدينا يا جامدة. بريك قصير وبعده منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. منتابع يوميات الطلاب. كل شيء بستار أكاديمي بيقطع بسرعة، حتى أنه البعض بده وقت ليستوعب قديش التجربة كبيرة والمسؤولية أكبر. أنيس ومبال استحقوا فكرة وجودهم بستار أكاديمي وزاد الخوف بقلبهم أكثر. هي حلو مبال جديد من لبنان. ايه أنا I was not expecting that. أنا ما بشيد. أوكي يلا باي في اللعبة. يلا باي في اللعبة. يلا خلاص. خلاص. كملنا معك.
انا عملت ياي لا لا قلت لك انيس كيف بنفكر بس انه انت اوسم انه ما كنا مرعوبين لا انه كان في الكيمستري وهيك كان في كيمستري ساعة بتطلع فيي انا بكون هيك ساعة بتطلع فيك انت بتكون انا في كيمستري كثير فيي يلا خلينا كثير كيمستري يلا لا بس كنت منيح اول مرة بيسمعني بي غني متأكد انه سمعني لا اذا لا اذا حضرني اليوم رح تكون اول مره بيسمعني فيها غني لا مش سامعك قبل مش سامعني قبل هو ما بيحب مش ما بيحب انا عمري ولا غنيت حده عمري مش انه هيك بس انه فتت بيبي والراكيو ايه فتت بيبي والراكيو انه خلص بس I'm so sure and he's proud of you. What? What? لا. إنه كمان أنت بستار أكاديمي. إيه. بعد ما حكيته. هلا عبكرة أكيد بتحكي. أكيد أول واحد راح أحكي. تعرفي قدي صار لي ما نحكي معه 20 يوم من فترة ما جيت تعرف قدي صار لي مش حكي مع بقية ايه 6 سنين well that's okay you know I feel him so no أنا I'm sure إنه he's proud of you لو كان معنا أنا I'm proud of myself من جد وهل بأكد لأنه he's proud of me يعني أنه أنا أصغر مشتركة على بستار أكاديمي لازم حطوها على الجنس هيدا لا بس من جد أنه اللي عملته أنه بحس حالي أنه ما أنا من النوع اللي ما بيهمه بعدين أنه ما بيفكر لبعدين وأهم شيء كمان my mom لأنه فكر فيها أنه she deserves more كيف؟ يعني قد ما فيه من بعد أنه ما توفى my dad بدي خليها تكون هيك مبسوطة أكيد هي مبسوطة فيك I know سفتها اليوم ما شفتها ما مرت جاي بتقلي لي بتعملي لي هيك تسمعين حتى بشوف أمك ايه ماشي اذا فيك بعدين بالبريك ولا تكتيك ايه فهيك لا عن جد اهم شيء تكون انه proud of yourself انه لانه صرت بستار اكاديمي كلنا لازم انا مشهور انه كل واحد مش بس انا يعني اكيد كل 18 يعني هون كل they deserve it انه عن جد كمان فاتن ومرتضى بدأوا يحللوا أكثر ويخافوا أكثر ويتحدثوا لبعض عن شخصياتهم وطباعهم ومدى أهمية عيش مغامرة ستار أكاديمي حرام تلتعب بيهم عشت سنين داريهم تالي من بعد عشرة نسون الله لينطيهم والله بالكواليس قبل لا اطلع قلت يعني هيك شو انسى الكلام مثل بالبروم وهذا الجمهور كله قاعد وامي تنتظر والعراق كله يباوع شنو موقفي انا اعتذر كل يوم اسحب من ابراهيم عن جد والله العظيم اذا نسيت الكلام والله تنسحب؟ العظيم والله العظيم عن جد والله يعني لو ناسي الكلام مو يعني كلام عادي واحد ينسى الكلام مو التون لو ناسي الكلام شيء يعني اطلع قبل ارجع العراق ايش فيك انت عادي تصير لا ايش يصير تصير انسى الكلام عادي انا شو اسوي انا اكثر شيء الكلام ما ركز فيه ككلام احط كلمات من عندي يعني كلمات من عندك على نفس الوزن يعني الله اكبر انت
تطنز عليك يعني من صجيه تحكي جد ترى مو صجيه الانسان مثلا اذا نسيت يعني اقول مثلا اذا اقول هيمان انا هيمان مثلا اي مثلا انت ساعات تصير شي يعني رقيق وكلام وساعات ما ادري شو يصير فيك مره واحده شو يصير بي ما اعرف شو تصير كذي يعني مثلا واحد يقول لك كلمه تقول له ايش شو اسوي طب طبك مره مره واحده تنفجر ما مو تنفجر يعني تصير شي اجريسيف احنا نقول مو اجريسيف يعني ما اعرف شلون اشرح لك مهمل مو مهمل لا خشن خشن شي وساعات تصير وساعات لا تتهجب يعني طبعا كل وقت طبعا هاي حلوه وساعات تقولي ها إيه كل وقت إلى خصوصيته إلى شنو؟ يعني خصوصيته يوم تضوجيني أكيد راح أصير خشن ويوم أنا ضوجتك بالي مرتاح أنا ضوجتك لا يعني فرضا ويوم بالي مرتاح أكيد راح أحكي ما مساعدة أنت تم خلنا قاعد ياك كذي أنت أوكي تمام إيه لا تضحك لا تضحك ولا تتحجى ولا شيء أجواء من نفسي يعني قلت إيش تمام إيه لا تضحك ما تنسوا تشاركونا عبر كل مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام وهالسنة جديدنا بيريسكوب وسناب شات بريك صغير ومنشوف بعده كيف وعيوا الطلاب لأول مرة بالأكاديمية منتابع يوميات ستار اكاديمي وبذكركم انه كل اخبار الطلاب بتتابعوها عبر www.starcaribia.com وعية الطلاب بالاكاديمية كانت كل عمرها من المشاكل يلي تواجه الاساتذة لكن هالسنة الطلاب فاجئوا الكل لما وعيوا قبل الوقت من دون اي مساعدة Wake up, I don't wanna wake up. Yeah, I'm straight, never switch. لازم تكافئوني اصبروا علي شوية يا ولادي مين حبيب ماما؟ مين روح ماما؟ فين السكر؟ قهوة عن نسيم أي حاجة بتغيب عن الأكاديمية تلاقيها عن نسيم خاصة money getting long too and the kush smell strong too that's that good and the chick with me she the bomb too هذا البونجور هيك خلص حسمعكم اليوم بس تاخذوا شوي على الجو ما هيك عم نشفي الجو مرتضى وانيس بالحديقه والحديث بعده عن خوف انيس ليثبت جدارته امام والده الحمد لله فرصه ما ضاعت كان فينا نستغلها واستغللها صح الحمد لله البارحه البرايم في اشخاص تعبوا 10 سنين لحتى يوصلوا الشهر اللي احنا وصلناها ببرايم واحد بس برايم واحد 10 سنين فعلا صح يعني شابوا بالها الناس تحيه لهم بس نحن يعني اجتنا الفرصه هاي ان شاء الله ما نضيعها يا رب ان شاء الله كنت روعه الله يخليك هذا كنت روعه لا بس مو مثل الصوره اللي قدمتوها انت وموبيل حبيبي والله يعني حبيبي يعني صدق تمتع يعني بنشوفه تمتع والله متعة حبيبي والله حبيبي بس انه هي مليحة من جهة ومتعبة من جهة ثانية لانه انت قدمت هذا الشيء بالبرايم الاول فالناس ناطرين شيء احسن منه بالبرايم الثاني ان شاء الله ادهش منه بالبرايم ان شاء الله تقدم الافضل فهمت بس أهم شيء البداية بديتها صح وحلوة الحمد لله إن شاء الله يكون بي فخور فيه إن شاء الله إن شاء الله وأمي وعائلتي
انت كيف حاسس؟ انا؟ والله حاسس انه مو فرقانه معك. لا لا بالعكس والله. مرتاح ولا مرتاح؟ مرتاح. اي بحسك مرتاح، هذه هي الكلمه. اي بحسك مرتاح كثير. مرتاح وما مرتاح، مشتاق لاهلي، هذا اللي ما مرتاح منه، ومرتاح للي وصلت اليه. الحمد لله. يعني الحمد لله الناس شافتني وقاعد اقدم، وانا هذا اللي يتعبني يعني، انه ما اريد اخيب ظن اي واحد انطاني ثقه يعني، وخاصه انه انا وحدي يعني بالاكاديمي العراقي. هذا فتشي متعب، ان شاء الله اقدم فتشي يرضي الجميع. لا اكيد هم يكونوا فخورين فيك. انا بس دخلت على المسرح ما خفت، ما خفت. انا كنت افكر انه راح يكون المايك هيك، وانا بعد بس بعدين، بس الحمد لله يعني تمالكت نفسي وقدرت اقدم بشكل صحيح، مرتاح. منتابع اخبار الطلاب، وخلوني اعرفكم على ماما دينا، او فينا نسميها القائده دينا، لانه يبدو انه دينا بتهتم باكل زملائها وبتحضير الطاوله والجلي كمان واعطاء الاوامر ليكون كل شيء منظم. ما تنشفش دي. شكرا. سيب بقى كل حاجه لو سمحت، سيبها. سيب، اغسل ايدك، حد ينشف بالصابون هنا؟ هيدا صابون. نشف ايدك. يا الله شو بدك؟ سهيله فين؟ سهيله عايزه اعرف. يا نسيم، نسيم سكينة، سكينة طلعت حليب في كوبايه وستة، طلعت حليب في كوبايه وستة. طب انا اطلب طلب عشان اللي طلع حليب بس. ارجوكم يا جماعه، اللي طلع حليب لازم يشربه، يا اما يحطه على الحاجه اللي هو عايزها، لان كده بيترمي حرام. ايا كان انا بكلم الكل. حليب، حد طلع حليب ورماه على البتاع. كوبايتين قد كده لبن مرميين، كوبايتين لبن قد كده مرميين. خلاص كبيهم يا حياتي. ادي كوبايه وادي كوبايه. ارشوا هلا. ما بيطلع في ريحه التاني. شيلي طبق الجبنه ده. ارميه؟ ارميه؟ اسالي صح. مين اللي عامل اللبن كده؟ ده مكانه، ده مكانه، ده مكانه. لا حبيت عشان ده مكانه. دي للتنشيف الاطباق. ماشي؟ طب يلا اعمل ايه طيب؟ ما كله بيرمي، انا لما كوبايات قد كده مرميه. ومحدش هيعمل. الشباب مش هيعملوا، انا عارفه. شباب مستفز. والله بيجوا يرمولي ويمشوا. خلاص خلاص. خلاص خلصت. كمان مرة مشاهدينا بنتوقف مع بريك وبنرجع نحن وياكم لأخبار الطلاب. يوميات ستار اكاديمي بالتابع. مديرة واساتذة الاكاديمية زاروا الطلاب حتى يتعرفوا عليهم عن قرب ويخبروهم عن الدروس والنصايح يلي رح يقدموا لهم اياها خلال وجودهم بالاكاديمية. سمعنا شو يا أهلا. افتيد على اليمين، افتيد على اليمين، افتيد على اليمين، مكاني ما يجب. موجود. تابع. بدي أقول لهم أن نحن بمرحلة كثير صعبة
بكل دولنا العربية اللي جايين منها. نحن ابدا مش هون لانه نحن مش فرقانة معنا المقاس اللي عم بتصير، عم نرقص ونغني واخواتنا باوطاننا عم بيموتوا وعم بيهاجروا وعم بيغرقوا بالبحور. نحن هون لحتى نفرج العالم المتحضر انه نحن مش ارهابيين ونحن مش مجرمين كلنا ابدا. نحن بعد عنا شباب وصبايا بيجوا من بلد لبلد بيتركوا اهلهم وبزتوا حالهم بالفن لحتى يلاقوا حالهم ويعطونا شي حلو. صباح الخير. صباح النور والورد. أنا انبسطت فيكم كثير امبارح وأهلا وسهلا فيكم ببلدنا. هلا كلكم صوتكم حلوة، بدكم تعرفوا إنه مش الصوت يلي بده يوصي لما بكون حلو، الشغل يلي بده يوصي. بدنا أصواتكم دايما تكون معنا، تكون دايما حاضرة لكل شيء. هلا صرنا بمرحلة كثير صعبة، رح يكون عنا أوقات كثير قصيرة تنحضر للبرايمات. بدنا توصلوا على المسرح عم بتغنوا بجمالية بثقة وبتطلبوا الناس الموجودين وين ما كانوا عم بشوفوكم. أنا بلتقيكم ساعة بالأسبوع، أنا اسمي ميلاد حتشيتي. بالسنتين الماضيين كنت مع الطلاب عم ساعدهم كيف يبنوا صورة حلوة، كيف يعبروا عن حالهم بطريقة حلوة، كيف إذا انضغطوا ويأسوا مثل ما قالت مدام ماري نشيلهم هالمشاعر ونعرف كيف نتعامل مع مشاعرنا بطريقة إيجابية. اسمي مارسيلينو جبرايل، رح كون كوتش سبور معكم لهيدا السيزن. أنا سيزن 2 معكم، اكسبيرينس ما رأيت علي بالأول. اللي بدي إياه منكم شغلي، تعرفوا أنه سبور كتير مهم لكل شيء عم تعملوا. أول شيء للإنديورنس تبعكم، مش واقف على المسرح عم تحكي بدل ما تكون عم تغني، بعدين ما تكون البوستير تبعكم نازله او قاشطه او واقف هيك او ما بعرف كيف واقف، مرتاح مع حالك، جسمك معدتك مشدوده، قادر انك تكون عم بتطلع كل شيء بس بلا تعب. رح يكون عندكم ستريس كثير لفتره 3 4 اشهر، المنفذ الوحيد اللي عندكم اياه هو سبور. بدنا نسمع منكم شغله وحده، كل واحد منكم يقول جمله هلا طالع على باله يقولها. في كثير اصوات حلوه، في كثير برامج بتولد اصوات، في كثير ناس عندها اصوات حلوه، ولكن عن جد الشخص هو شخصيته، هو مبادئه، شو احترامه للغير، معاملته للكل، وهالبرنامج الوحيد اللي قاعد يثبت ان نحن عايشين كلنا ببيت واحد، وكل واحد يمكن من ديانة ومن طائفة او من بلد او هيدا احلى شيء، هيدا هو احلى من الصوت. حبيت نقول اللي شافني البارح في البرايم هذه غير بداية، ومازال راح تشوفوا. عن جد نوعدكم انه نكون احسن واحسن واحسن ان شاء الله. تفضل. بجد مبسوطه قوي ان انا موجوده هنا، ده كان حلمي وحلم والدتي وانا حققته لها، وان شاء الله بتمنى ان انا اكون شرفتها، وان شاء الله في كتير قدام ان شاء الله. ان شاء الله. صراحه انا في شيء كتير اثرني امبارح بالبرايم، انه كل حدا تخلص لوحته وفات لجوا يمكن ما انبسط على حاله قد ما انبسط على رفقاته، قد ما عامله منيح، قد ما غنوا منيح، يعني غيرتنا على بعضنا وغيرتنا انه نعمل منيح بين بعضنا كثير حلوه، كثير انه اعطيتني هيك ايجابيه وانه مرتاح. اكيد كثير مرتاح، وبدي اقول انه انا جاهز للشغل اذا الله رد. تفضل. انا جاي على صح اكاديمي حتى اتعلم، لانه انا ناقصني كثير اشياء ولازم اطور موهبتي، وان شاء الله الفرصه اللي جاتني ما بضيعها، إن شاء الله كل صحابي ما يضيعوش الفرصة لأنهم كلهم يستحقوا. رح ننزل لتحت كلنا سوا بنحكي أكثر أحاديث جانبية، حدا حابب يسأل تاني شيء في ناكل سوا مثل كل سنة بنعمل هيك، بصير في بيناتنا خبز وملح، بلبنان بنقول خبز وملح. تفضلوا على الخبز والملح. بعد رحيل الأساتذة رجعت مديرة الأكاديمية كلوديا مارشليان لعند الطلاب، جلسة جدية لتخبرهم عن نظام الأكاديمية وقانونها وتبلغهم بأول اختبار رح يخضعوا له. بغيتو؟ يلا شباب، يلا شباب.
خلاص كيفكم؟ هلا هلا شو لبنانية هالجملة؟ بدي أطلب منكم شغلة صعبة، بس ما هو كل ما واحد يكون قادر الناس بصير تطلب منه أكثر. حلو، هيدا شيء حلو. طيب شفناكم، الناس حبوكم باللي شفوا، بدي أشوف بالإيفال كل واحد منكم أبو دقيقتين غنية ما بتشبه اللي شفناه فيها. مش معناتها هلا اللي غنى انجليزي يروح يعني يقعد يدق ربابه، مش بالضروره. يعني فهمتوا علي؟ اللي غنى طربه بيقدر يغني شيء اقل من طربه شوي، اللي غنى مش طربه بغني طربه، اللي غنى خليجي بفرجينا شيء غير خليجي. اوكي، انت غنيت مع وائل غنيه رومانسيه، فرجينا يمكن تغني لي وطنيات، ما بعرف، فرجونا انه انتم بتقدروا تفرجونا كمان وش تاني وكمان حلو. وجودكم لازم تستفيدوا منه على الاخر ان شاء الله. فرجونا شيء التنين، اللي بيقدر شيء جديد بيكون حلو، اللي ما بيقدر يرجع ياكد لنا على صوته الحلو اللي سمعناه. طب هي ساعه المفروض بعد الظهر يعني من لكم. اوكي، يعني معكم نهار التنين كله. يلا باي باي. نيحة يلا. الطلاب قضوا مع بعضهم فترة قصيرة، يعني بعد في جوانب عديدة بشخصياتهم ما بيعرفوها عن بعض، فما في أفضل من لعبة صغيرة تكشف اللي مخبى. الحين كل واحد يسأل واحد سؤال، كل واحد يسأل واحد سؤال بس. طيب أوكي، نبدأ من سعد. يعني اسال اسال اي احد، اختار اي احد اسال سؤال. نمشي هيك، نمشي هيك. لا لا لا، بدق شخص تساله سؤال. لا نمشي هيك لحتى كل واحد يسال وكل واحد يجاوب. يا عم ايه، لا نمشي هيك. كل واحد بينقي شخص. بينقي شخص واحد. اوكي، انت مثلا بدك تسالني، انا بدي اسال شخص ثاني، شخص ثاني بدي اسال شخص ثاني. اوكي سعد، اسال مروان. شباب خليها تكون هيك سكوت سكوت. اسالك انت. تسال مين؟ مروان. مروان، فترة البروفات كان في ناس قريبه منك اكيد يعني. ايه تمام. و قبل الاكسبتنس وبعد الاكسبتنس. تمام. لا عادي يعني. عادي يعني ما تخافش. وبعد الاكسبتنس في ناس برضو قربت منك، انت شايف مين اللي بيقرب منك كصاحب فعلا؟ ايه ده كصاحب. مين اللي بيقرب منك؟ سوري يعني في الجمله يعني مصلحه. صح. ما في مجامله. لا لا لا، ما بحس بحدا بيقرب مني لسبب معين او هدف. ما بحس انه حدا بده مني شيء ليقرب، عرفت؟ انه كل حدا حسب طبيعته حسب شخصيته بيتصرف بيشتغل، فانا قريب للكل تقريبا يعني. اوكي انا غادي اسول نسيم. صريح شحال كتفكر انك زعما تقدر تفقد من وزن؟ ما فينا. انا مصمم انه اخفف وزن. برافو. ولكن شحال من الخمسة كيلو إلى العشرين كيلو مسموح؟ ما شاء الله. سهيلة. يلا سهيلة. شانتال. الله الله. شانتال، مفترض بعيد الشر أنك طلعتي من الأكاديمي، ما وصلتيش. شكون هو أكثر واحد من الليزامي تاعك؟ حد أسكت خليك يخرب بيت. أكثر واحد راه متأكد يعني حاسة أنه يستاهل وراح تشجعيه يعني الفان تاعك يصيروا تاعو يعني تبعو، فهمتي انت؟ والله عارف اللي جاي. لا لا انا صراحه والله ما فكرتها تقول سعد. بالنسبه لي انا عندك صوت كتير مميز يعني قليل الوجود. نايس نادر حبيبه قلبي. انا والله فكرت نادر كتير. شنطه مين اكثر شخص حاسه انك رح تتقربي لي بالاكاديميه؟ هي خلاص لا 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 احنا خلاص اتصنفنا. يا دينا العالم ما تعرفش. دينا العالم ما تعرفش. لا لا لحظه لحظه، عشان اكون صريحه. لا بكون صريح. رح افسر لك سؤال احسن. خلوها. بس لك سؤال احسن. بحال ابل اكثر شخص شباب ليكم مرتضى. كيف صار انيس؟ مرتضى 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 للشوا. لا جاي
قريب مني نسيم أنيس توقعت أصير قريبة من إيهاب بس ما صارت فرصة كتير نحكي مش هتعرفي تواصلي معي يعني توقعت ولكن صار العكس صرت أقرب شيء لمرتضى بس لا هن كده من الاخر مرتضى وفاتن وعلي ما حدش يسالهم غير في الاخر خالص اتفضلي لا غلط انا بدي اسالك انه مين البنت اللي بتحس انه قادر عن جد عبر معها ايه تعبر معها بالغنيه انت يلا نغني شيء سوا ما نغني شيء نغني شيء سوا انتي بقلبي والروح حاسس بغرامك وين ما بروح يجي في بالك في اليوم انه بتحقدين على شخص من هون؟ يعني بيجي ببالك يوم تحدي على شخص من هون؟ يعني بكل صراحة يعني امشي انه انا ما بحياتي حقلبي على شخص اصلا كان هون او برا ما بتعرف لما شو بتقلب على راس لسانه وليك طبعا خبريه لما حدا يضايقني بروح لعنده بوجهه بقول له انت عملت هيك وهيك وهيك مو المعروف ما بقى تعمل هيك كيف تعلق فهمت علي هي يعني مثلا دينا تفضلي بكل صراحه ايه شو اطيب اكله عندك ملوخيه عدي يا عم عدي بابين اوعى تسالوني السؤال ده لا انا بحبك قوي قوي يعني مش متخيله الاكاديمي من غيرك لا شفت البتاع كمان شفت الناس انا بحبك قوي بحبك قوي مش متخيله اتفضل يلا موبيل انسي الانجليزي بتاعك شويه تصور انا غلطانه انا غلطانه انا قلت الجمله دي ليش الله اسمع بتتريق عليا انا بتريق عليك حلقتنا لليلة انتهت ما تنسوا مشاهدينا تدخلوا على www.cbc-eg.com لتشاركوا بكل المسابقات وتربحوا أنا بشوفكم بكرة بحلقة جديدة مع أخبار جديدة باي باي قاعدة المسرح يعني تخبو بوري نسيبك أنيس من الجزائر بيعرب بالفرنسي هياط هياط حبيبي et du respect pour chaque jour moi je ne veux que de l'amour